بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، على بركه الله وحفظه ننطلق من جديد هنا في هذا اليوم المميز، هذا اليوم الجميل ما شاء الله، وزعفرانه مع التوقيت الاجمل والافضل. احمد بن سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، 5:59 توقيت ما شاء الله مميز وحدث مع هذا الشعار الجميل. شوطنا بنقول العاشر خصص لي الابكار المهجنات وحربه، علي بن مطر بن علي بن واس لاجتبي من يستفتع اذاعتنا جباره، وهلال بن صالح بن سعيد الكعبي، والتوقيت الافضل مع هذا الشعار مع غازي وسعاده مطر سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري. وفي المركز الرابع هناك نوف سلطان بن سهيب بن مبارك الاجتبي، ما شاء الله شعار الجزيره ايضا حاضر من يقدم نوف. بينما اللي في المركز الخامس، اللي في المركز الخامس نشوه وسيب بن مطر بن خلفان اليابري. وسادس المراكز هناك من الجانب الاخر اشوف الرقم، بس اشوف رقمها. مع العموم بننتقل الى سابع المراكز، اللي في المركز السابع شعار حميد بن سيب بن حميدان. وثامن المراكز ارى في هذه اللحظات انذار سلطان بن شاهين محمد العواني. وفي المركز التاسع هناك وضوح ومحمد بن سالم بن ذويب العامري. وفي المركز العاشر الرفادة وعجيل بن محمد بصهوب الاجتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بالوفا والتمام. والعفريت اللي في المركز السادس والخامس المراكز حمد بن معيوف بن محمد العامري. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا. يلا يا غازي بحث عن نقطة ثانية ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري مقدم غازي على المركز الأول، وثاني المراكز جبارة وحلال بن سالم بن سعيد الكعبي. وفي المركز بقول اللي في المركز الثالث من الجانب الآخر، يلا يا بن أغويث سلطان بن سيب بن مبارك بن أغويث معنوف. وفي المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات هناك حربة علي بن مطر بن علي بن واس الاجتبي، وأيضا هناك العفريت لحمد بن معيوف بن محمد العامري أيضا خامس المراكز. وفي سادس المراكز نشوة وسيف بن مطر بن خلفان الياب الاثنين كيلومترات، 2 كيلومترات اللي قطعناهن، وعمري هذا الشوط باقل لها اثنين عند خط النهاية هناك عند عامر عند ابو سلطان وفريق المميز عند خط النهاية. ايضا ما شاء الله دايم متواجد هذا كمبيوتر الخليج، كمبيوتر الطي. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، دعناها عليكم بالفو التمام. هكذا كان الوصف التفصيلي، وعودة من جديد، عودة الى غازي اللي مسيطرة، اللي صامدة على المركز الاول حتى هذه اللحظات الجميلة، حتى هذه اللحظات المميزة المنفردة مع غازي على المركز الاول. المركز الثاني هناك نوف وسلطان بن سيب بن مبارك بن غويث الاجتبي ما شاء الله حاضر، وثالث المراكز جبارة للهلال بن سالم بن سعيد الكعبي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة. اليابري مع نشوة ما شاء الله، سيف بن مطر بن خلفان اليابري حاضرا ومتابعا. وفي المركز الخامس شعار بن معيوب حمد بن معيوب بن محمد العامري. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا، بن أويث والحميري والكعبي ثلاثية هنا على المركز الأول. الكل ما شاء الله يبن النقطة الثانية، الكل بن أغويث يبن النقطة الثانية، هو الحميري يبن النقطة الثانية، والكعبي أيضا باحث عن نقطة، ولكن أنت تريد وأنا أريد والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. غيرت نوف على الصدارة، غيرت نوف على المركز الأول، سيطرت نوف على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله. سلطان بن سهيب بن مبارك بن غويث الاجتبي مسيطرا ومتابعا هذا الشعار، راعي الجزيرة النقلة على المركز الثاني، غازي سعادة مطر بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وجبار الهلال بن صالح بن سعيد الكعبي ثلاثية. واكتفي بالرقم الثلاثي. يلا يا بن غويث، يلا يا الحميري، يلا يا ما شاء الله على الثلاث المراكز الأولى، على الثلاث المراكز. الله الله
الله الله الله، يا سلام يا سلام، شو ها شو هالعرض يا بن غويث، شو سويت يا بن غويث، شو ابدعت يا بن غويث، دائما مبدعين اهالي الذيد، دائما مبدعين اهالي الذيد. السلامات من ميدان الطي الى تل الزعفرانه والى الذيد ومنطقه الذيد وجماهير الذيد ومحبين هذا الشعار الجزيره، وهنا تترنوف سلطان سلطان، انت سلطان في زمانك، وهذا الزمان هو زمانك يا سلطان. بن سيب بن مبارك بن غويث الاجتبي، وسلام وتحية للمرة الثانية على التوالي. المركز الثاني هناك لسعادة مطر بن سعيد الحميري، ثلاث مراكز لهلال بن سالم بن سعيد الكعبي، وفي المركز الرابع ايضا مع بن ذويب. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، ذعناها عليكم بالفوز تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات الجميلة. التوقيت 5:58 والعصر التوقيت، وروح ما شاء الله تحت أقدام أيضا نوف 16 جزء من الثانية تهالينا، والناموس يا بن غويث على هذا الأداء وعلى هذا التوقيت وعلى هذا العرض المميز تهالينا والناموس.